قامت المصالح الخاصة للمديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق في قضية القتل، حرق وتنكيل جثة، تحطيم أملاك، وانتهاك حرمة لمقر الأمن، حيث أفضت النتائج إلى ما يلي. الضحية المسمى جمال بن إسماعيل كان متواجداً بمنطقة الأربعاء نانتيرة رفقة شخصين آخرين على متن مركبة سياحية، وعند علمه بأنه محل شبهة من بعض المواطنين باتهامه بقيامه بإضرام النيران، تقرب من دورية للشرطة المتواجدين بعين المكان التي اقتادته إلى مقر أمن دائرة، غير أنه وبوصولهم وجدوا المقر محاصراً من قبل حشد كبير من المواطنين في حالة هستيريا مشحونة لم تسمح لهم بالدخول إلى المقر. في هذا الشأن معظم المشتبه فيهم في هذه القضية تم إلقاء القبض عليهم، ويبلغ عددهم إلى حد الآن 36 شخص مشتبه فيه، من بينهم 3 نساء، من بينهن الإمرأة التي كانت تنادي وتحرض على ذبح الضحية بعد حرقه. المشتبه فيهم شاركوا بطريقة أو بأخرى في ارتكاب الجريمة، من بينهم الشخص الذي قام بطعن الضحية بالسكين، حيث كان يرتدي قميص أسود يحمل علامة XL، وكاد من قام بحرق الضحية والتنكيل بالجثة. البعض من الأشخاص المشتبه فيهم حاولوا الفرار على غرار الشخص الذي قام بطعن الضحية والذي تم إلقاء القبض عليه وهو يحاول الفرار إلى دولة المغرب. نحيط علماً الرأي العام أن مصالح الأمن الوطني كتفت تحرياتها وتعمل على توقيف كل من تبقى من شارك في هذه الجريمة الشنعة.